السلام عليكم. مرحب مرحب كبسور. يا نادر كيف الحال؟ شلون كويس؟ اما هي اللي نلبس الكمامه. كيف حالك؟ والله ما شاء الله عليك. الحمد لله. ها زباينك تمام؟ امورك ماشيه كويس؟ والله الحمد لله الزبان تمام والامور ماشيه تمام الحمد لله. الحمد لله. شوف اي مصافحه ما في. اي صحيح والله. مقالده ما في. صحيح والله. والكمامه دي تكون حاضره. صح والله. تكون شنو؟ صح والله. انت في ده؟ اه ولا على ذاتي صاحب الطبيعة. انا ذا مش رجل طبيعي. اي في زول قام قال لي دعيتي الخش بالاحضان. قالتك؟ اداني قالتني. قلت له زي كرامتك عليك. شوف ده اقول لك كلام. اي البيو ده المرض برضه كمان يا اخواني برضه بيجيني من الحيوانات. يعني ينتقي الامرهم؟ شوف بذلك الله. سبحان الله. اي سبحان الله. عشان كده نعمل حسابنا في الحيوانات نظام هو غايب منهم. صح والله. اي هل المعاقمات كيف والمنظفات كيف؟ والله معاقمات تمام ونعاقم الناس وننظفهم والحمد لله. لكن يا كبسول اسس الشخراي ده. زول مسكين زي ده ما عندنا منظفات ولا لقى له جوانتيات ولا عندك كمامات ولا عندي اتو يعني يا ما شنو معقماته شنو؟ ملح وموية وخل. اي هاي ودي برضه معقم يا كبسول. اي اسس في لفافينك ده وبحثك ده والالم واهتمامك ما في علاج؟ علاج؟ للفيروس ده كو. والله؟ والله ما في حتى الان ما في لكن انا شغالين غير. الحمد لله. انا ماشي مع السلامة. الله يبارك فيك. الفضل الفضل. الله بارك الله فيك. يجيبوا لك مويه المي. شكرا. الله يبارك فيك. تشرب بارد؟ انا نحن مفهومين. فنان تخني؟ نحن نسرع عشب. عشب؟ ايوه. تعجب الاعشاب؟ ايوه الاعشاب جدا بعشب. جدك هو العشب الكبير. جدنا بعشب الكبير. ما شاء الله. علاج بالاعشاب لاي شيء. ايوه نعم. عندنا علاج لكل شيء. وجع البطن عندك. وجع الراس عندك. وجع اليدين عندك. الركب. البطن. الحراره الشديده. كل شيء عندنا. ايوه. العشب. راقي. والرطوبه عندك برضه؟ الرطوبه برضه في. الرطوبه دي تعالجك كيف؟ الرطوبه نعالجها بالعلاج بالجرجير. والشمار. والفلفل. اي. مع الشطه الخضراء. والجبنه والايش على منه؟ كيف يعني؟ شغلك ده مفول مظبط ده اللي بس فطور عديل. يا دعيتر ده علاج. انا بتكلم لك عن علاج. نحن موهوبين. عندك علاج الاعشاب. ما شاء الله ما شاء الله. دعيتر في دول بيجيك هنا؟ لا ما في زول بيجي، انا قاعد هنا براي. خالص؟ اي انا عندي علاج خطير يا دعيتر. علاج؟ زي شنو؟ علاج الكورونا دعيتر. اي الكورونا اللي قلت له حيلاج عالجوني معاكم طواضي. يا مرة انت جيتي من زي الاصار ما تسبتي ذن الرجال نتكلم في بعضينا اسبتي يا مرة. خير. علاج الكورونا ده علاجك كيف عندك؟ النيم. اي بيزيد السمسم. اي الخير. النيم. بيزيد السمسم. اي الخير وع تدق وتمسحه في الصدر. والملح. اي مع الشاي الساخن. اي تشربه الكمده بالرمضة. الكمده بالرمضة يعني اسي الكورونا دي المانيا بريطانيا اسبانيا وكل الارم ده ما لقوا العلاج. علاج الكورونا ده قاعد في خرطويتك دي؟ ها؟ علاج يا علاج الهنا يمكن فيه الشفاء. يا مرة يا مرة ما تنخدعي يا سكتي. شفاء ابن الام. دارنا اقول لك كلام تحطه في راسك وفي ذن كوسك ده سمي. الكورونا دي حتى الان ما لقوا لها علاج. توعيه فقط. اما بالنسبه للاعشاب التي تتكلم عنها ليست هي مفيده، فقط فيتامين سي في الليمون وفي البرتقال وعندك الثوم والبصل ده كله انت ما عندك بعلم، انت دجال ودار تاكل حق الناس وقروش الناس بالباطل. شيف كلام ده حرام عليك، الله بزعلك منه. قم امشي يلا. هاي الحمد لله جاك العصار. يا اخي الليله انا ما كلمتك قلت لك ما تيجي بجاي تاني كذا مره. انا كنت اتخذ معك اجراءات. ابي اجيبك شنو تاني؟ جاي لي شو؟ امسك كورونا ناقة كورونا. اللهم يا الله اشفي البلاد والعباد من المرض والخزعبلات. اهلا من جديد. يعني عمل درامي ممتع وجميل جدا وفيه رسائل كثيره من بدايه العمل ولحد
النهاية في إنه الناس بتطلع كثير من الإشاعات في كثير من النقاط اللي عندها علاقة بالكورونا، ولكن الناس تتجه للمعلومات الحقيقية الفعلا والطبية. وبتضيف لك يعني فيتامين سي زي ما قال، يعني كل يعني هي عموما الأعشاب هي ممكن ما تضرك لكن ما تنفعك، بدل ما تضيع فيها زمنك ممكن تقوي مناعتك بأخذ فيتامين سي، تشوفه وين، في الليمون، في البرتقال، في غيره، تاخذ الفيتامين سي وبيعمل لك الوقايه لانه بيبدا معك زي رشح تحاول تقلل منه. اصلا علاج ما في، هو بنادول اذا فقدت وشهيتك قلت او فقدت الشهيه خالص، ممكن تاخذ دربات تغذيك، ولا قدر الله لو الحاله اتدهورت عندك الجهاز التنفسي بيساعدك في انه انت تتنفس، لانه الاصابه بتكون للرئه مباشره في اغلب الاحيان.